بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن. اليوم بإذن الله تعالى سوف نقوم بشرح وحل تمارين درس ما في الخزائن، وكنا قد شرحنا هذا الدرس تجدونه في القناة. نبدأ الآن بأسئلة المعجم والدلالة. المعجم والدلالة، السؤال الأول: أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها. بالبحث عن كلمة خزائن في المعجم نجد أن المجرد منها من أصل ثلاثي رباعي هو، لاحظوا كلمة خزنة، إذن هي مجردة من أصل، المجرد من الأصل الثلاثي خزنة، وهي جمع مفردها. هذه كلمة خزائن جمع، ما مفرد خزائن؟ المفرد خزانة. وتعني، ما هو معنى خزانة؟ وتعني مكان تخزين، مكان تخزن فيه الملابس وغيرها. نأتي إلى السؤال الثاني: أكمل الشكل الآتي. الآن هنا مفرد تفاصيل، ما هو مفرد تفاصيل؟ المفرد هو تفصيل. ما هو مرادف فرز؟ مرادف يعني كلمة لها نفس المعنى، مرادف فرز هو تصنيف. ما هو مضاد؟ مضاد كلمة الحياد، مضاد كلمة الحياد الانحياز. وما هو معنى اقتنيناها؟ معنى اقتنيناها امتلكناها. وما هو جمع نادرة؟ جمع نادرة نوادر. نأتي إلى السؤال الثالث: عبر عن العبارات الآتية بكلمة توضح معناها وفق سياقها في النص. لاحظوا هنا بعضها فوق بعض، ما معنى بعضها فوق بعض كما وردت في النص؟ المعنى هو متجمعة ومكدسة. عن بكرة أبيها، ما معنى هذه العبارة؟ كلها أو جميعها. هو أهل له، يعني يستحقه أو جدير به. في متناول اليد، ومعنى في متناول اليد يعني سهل الوصول إليه أو سهل الوصول إليه. نأتي إلى أسئلة المناقشة والتحليل. السؤال الأول: حدد في الجدول الآتي الكلمة المفتاحية. الكلمة المفتاحية يعني هي أهم كلمة في الجملة التي إذا قرأناها نفهم الجملة عن ماذا تتحدث. الآن حدد في الجدول الآتي الكلمة المفتاحية التي توضح فكرة كل فقرة في النص وفق النموذج. لاحظوا هنا رقم الفقرة، يعني في الفقرة الأولى عندنا الجملة هذه، مثلا السياق الذي وردت فيه، ما هي الجملة؟ بمرور السنوات تمتلئ خزائننا بالملابس وتتراكم بعضها فوق بعض. ما هي أهم كلمة في هذه الجملة؟ أهم كلمة هي كلمة تمتلئ، يعني هذه الجملة تخبرنا عن امتلاء الخزائن، عن امتلاء الخزائن، فكلمة تمتلئ هي كلمة مفتاحية. الآن في الفقرة الثانية، وردت هذه الجملة: محمولا على التخلص من قطع كثيرة تراكمت في خزانة ملابسي. الآن كلمة التخلص هي هذه الكلمة المفتاحية في الجملة، وهي أهم كلمة، يعني هذه الجملة، لما هو الهدف من هذه الجملة؟ تخبرنا عن كيفية التخلص من القطع الكثيرة. الآن في الفقرة، إذن الإجابة هي التخلص. الفقرة الثالثة وردت فيها هذه الجملة: تدعونا للقيام بين الحين والآخر بحملات لإعادة ترتيب ما تراكم في الخزائن. إذن هنا حملات، حملات يعني مرات نرتب، نتذكر فيها ونرتب فيها الخزائن وما يوجد فيها من ملابس. إذن الكلمة المفتاحية هي حملات. والفقرة الرابعة: الطريف في هذه الدعوة هي الطريقة، إذن هذه هي الكلمة المفتاحية التي تقترحها علينا هذه المختصة لإعادة الترتيب، إذن هذه هي الكلمة المفتاحية. وفي الفقرة الخامسة: هو أن علاقتنا بملابسنا تتفاوت بين قطعة وأخرى وتكاد تشبه علاقتنا مع غيرنا من البشر. إذن الهدف من هذه الجملة أن تخبرنا عن العلاقة. إذن علاقتنا هذه الكلمة المفتاحية، وهي أهم كلمة في الجملة. وأما في الفقرة السادسة فورد فيها هذه الجملة: علينا أن نفهم الدعوة بالتخلص من الملابس التي باتت كراكيب في غرفنا بتحرير الحيز الذي تحتله منها. فهنا الكلمة المفتاحية هي التخلص، التخلص هي الكلمة المفتاحية في هذه الجملة. نأتي إلى السؤال الثاني: قارن الكاتب. ومعنى قارن يعني جمع. قارن الكاتب حالة القطع المتراكمة في الخزانة بحالة الكتب الفائضة على أرفف المكتبة.
الآن ألف، ما الشيء المشترك في الحالتين؟ يعني ما هو المشترك بين القطع المتراكمة في الخزانة والشيء المشترك بين الكتب الفائضة على أرفف المكتبة؟ المشترك بينهما هو عدم ترتيبهما وعدم الحاجة إليهما، فنحن لا نحتاج القطع المتراكمة في الخزانة وهي غير مرتبة، وكذلك القطع الكتب الفائضة على الرفوف على الأرفف هي غير مرتبة وغير محتاجين إليها. ب، هل وفق الكاتب في ذلك؟ يعني هل وفق بهذا التشبيه؟ وضح ذلك. نقول لم يوفق، لأن الأفضل هو ترتيب الكتب الزائدة وليس التخلص منها، وليس التخلص منها لأنه من الممكن أن تحتاج إليها لاحقا. نأتي إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث، استخدمت المختصة اليابانية عددا من المهارات، إذا لاحظوا نتكلم الآن عن المهارات، لإعادة ترتيب خزائن الملابس. ما هي هذه المهارات؟ حدد تلك المهارات في المخطط الآتي. المهارة الأولى هي إخراج كل ما في الخزائن، ثم فرشها على الأرض، وبعد ذلك فرزها قطعة قطعة، ثم الخطوة الرابعة اتخاذ القرار تجاه كل قطعة، يعني هل نبقي هذه القطعة ونحافظ عليها أم نتلفها ونخرجها. الخطوة الخامسة ترتيب الملابس التي نحبها بصورة أفقية. نأتي الآن إلى السؤال الرابع، ما الفرق بين صف الملابس بطريقة أفقية وصف الملابس بطريقة عمودية؟ ما الفرق بين هاتين الطريقتين كما فهمت من النص؟ نقول هنا صف الملابس بطريقة أفقية يجعلها أمام العين وفي متناول اليد، يعني ممكن أن نأخذها لأنها أمام أعيننا. أما الطريقة العمودية يكون الوصول إليها صعبا، لأن الملابس تكون موضوعة بعضها فوق بعض. السؤال الخامس، كيف يمكن أن تكون علاقتنا بملابسنا شبيهة بالعلاقة مع البشر كما تفهم من الفقرة الخامسة؟ إذا الإجابة هذه من الفقرة الخامسة. نقول يوجد ملابس نحبها، وملابس علاقتنا بها محايدة، وأيضا ملابس لا نحبها، وكذلك علاقتنا مع البشر. يوجد بعض البشر وبعض الناس نحبهم، وبعض الناس علاقتنا بهم محايدة، لا نحبهم ولا نكرههم، وبعض البشر علاقتنا بهم أننا لا نحبهم فهم مزعجون في حياتنا. السؤال السادس، ربط الكاتب بين الدعوة للتخلص من الملابس الزائدة والعلاقات مع الأفراد في الفقرة الأخيرة. وضح ذلك. عندما قال كما أننا نتخلص من الملابس الزائدة، كذلك علينا التخلص من الأشخاص المزعجين وغير المريحين في حياتنا. السؤال السابع، ما الذي يؤدي بالخزائن للوصول إلى تراكمها بالكراكيب وتكدس الملابس بها؟ ناقش ذلك من حيث علاقته بثقافة الفرد والمجتمع. نقول الذي يؤدي بالخزائن أن تصل وتتراكم بعضها فوق بعض وتصبح غير مرتبة هو عدم ترتيبها باستمرار، وتكون هذه عادة وثقافة عند بعض الناس وبعض المجتمعات، فالبعض لا يرتب بشكل دوري وبشكل مستمر. السؤال الثامن، أضف فكرتين للنص ليبدو أكثر إقناعا وتأثيرا في المخاطب. مثلا يمكن أن نقنع القارئ بأن يرتب ويهتم بترتيب الملابس عندما نقول له أن ترتيب الملابس يوفر الوقت ويوفر الوقت والجهد، وكذلك ترتيب الملابس يجعل المنظر جميلا عندما نرى الملابس مرتبة بشكل رائع، فهذا يبعث في النفس الراحة النفسية لأن المنظر يكون جميلا. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من إجابتي جميع أسئلتي وأنشطتي درس ما في الخزائن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.